عسيمة ومرحبا بكم تتفرجوا في كوجينتنا هكا على نسمة جديدة. اش مازال فيه رمضان، مازالوا شوية أياميتا، ما احنا مازالوا عنا برشا برشا أفكار للكوجينة. تنجموا تدخلوا كوجيناتكم وتبداوا هكا معملين شنو باش تطيبوا انتوما، جوست تحلوا نسمة جديدة تلقاني أنا في كوجينتنا هكا عندي ليكم. دايوغ اليوم أي عندي منيو معناتها بالحق فاغيي بالكدا، باش تبهتوا شوية قداش زعما هكا فرحت بكم شوية، خاطر باش نعمل لكم البريك وباش نعمل لكم البطبوط وباش نزيدوا نعملوا معاهم سلايطة هكا فاغيي وباش نزيدوا نطيبوا للسحور وإلا للسهرية مصفوف بالفاكهة. اش قالكم؟ قولوا سمر ما فرحتش بينا، قولوا سمر ما فرحتش بينا. باهي البريك اللي باش نطيبوه اليوم باش نعملوا الحشو نتاعو باللحم المفروم، هذاك علاش باش نبدا انا هو قبل نطيبوا الحشو قبل كل شيء، نتهناو عليه ونخليوه يبرد على روحه، ومن بعد نمشيو نتعداو ونحضروا العجينه نتاع البطبوط. باهي نخليو كيما نعرفوا ديما تسخن شويه، نزيدوها شويه زيت، والزيت هذاك هو اللي باش نسوتيو فيه فوالا البصل واللحم المفروم. باهي شنو اللي باش نزيد نحط فيها انا البريكه نتاعنا ابار لي زانغريديون برينسيبال اللي نعرفوهم الكل في ديارنا الكل، حم مفروم، بطاطا مرفوسه بالطبيعه، البصل والمعدنوس. باش نزيدو نعمل لكم تخشخيشه في وسط البريكه هذيك تشخشيخه، تخشخيشه هو هذا يا سمره الاخر اسمه تشخش تخش تشخ شيخ. هذوما من الكور لونانين نتاعي في الكوزينه في ليميسيون. بريكه مشخشخه فوالا، باش تجينا بريكه مشخشخه بالفرماج فوندو سافور غرويير نتاع ديليس، دونك البنه مضمونه تهني وهكاك باش تجي حاجه ياسر ياسر بنينه. سخون الزيت نتاعنا باش نحطو نسوتيو فيه اولا البصل ومن بعد اللحم المفروم وبالطبيعه البطاطا غليناها بالفلفل الاكحل والملح، ومن بعد ما كملت طابت بالكدا رفسناها هكا تشوفوها كيما هوني، هذيك من بعد تزيد للفخس بعد ما يكمل يطيب، ومن بعد نخلطوها. تحبوا تعملوا العظمه من الاول في وسط الحشو هكا تلموه، سينو بيان سور بريكه بالعظمه باش نعملوها كالونسيان معناتها. قال لي ولدي وكل نهار ماما بليز اعمل لنا انشنت بريك، انشنت قلت له حسها من العصور الحجريه جبدها ولدي، تلمو انا عملت في حلت ريفيزيتي مش الحاجه ارجع بينا لتيلي شويه يا ماما اعمل لنا انشنت بريك. باهي تكمل البصل، كملنا ذبلناه، خلطوا عليه اللحم المفروم، وما ننساوش سورتو باش نفوحوا بالفلفل الاكحل والملح بيان سور. كي نحطوا الملح ديما نقول لكم سورتو كي تلقى عندكم اللحم المفروم حطوا الملح من الاول في التفويح، هكاكا يزيد يعاون اللحم باش يعطي الماء نتاعو، واللحم المفروم نتاعنا ما يشيحش بوندون البيريود نتاع الكويسون، ما يوليش معناتها هكا ناشف وهو يطيب. وديما النار ما نشعلوش النار هكا عاليه واحنا نطيبو كيف كيف، قد ما تبدا النار هكا هاديه في عقلها وانتوما طيبوا هكا في عقلكم عاملين جو شيخين، قد ما الماكله تجي بنينه تهبل. يتبدل كيما تشوفوا الكولور نتاع الفخس نتاع اللحم المفروم، نزيدوا عليه المعدنوس فوالا، معناتها دقيقة أخرى يكون عندنا فخس حاضر. باش معدنوس هكا مقاسينيه جيد جيد جيد، نذبلوه كيف كيف. هو ديما كي نحطوا المعدنوس زيدا باغمي الخضر اللي تعطي من عندها الماء كيما السلق وكيما السبناخ، هما الخضر الورقيه هذوما اللي كي نحطوهم يزيدوا ماء من عندهم. هذاك علاش نشوفوا كيفاش تختخت الحشوه نتاعنا تختخ فوالا عمل تختوخ. دونك كملنا حاطينيه هكا هكا هاو طاب اللحم المفروم مليح، باش نزيدو هاك البطاطا اللي هرسناها طفيو عليها خاطر البطاطا طابت، احنا جوست تحبوا يولي عنا
حشو البريك المتجانس هذاك. ريحه ريحه بنينه 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 تهبل. هو تعرف فما شكون يعدي 30 يوم في رمضان 30 يوم بريك؟ تصور انت. لا انا مش من دعاة الحق، نحب هكا نقعد ديما نشتيها البريكه انا. ما يا سيدي، هاو كملنا حضرنا الفاخس. باهي تعرفوا شو باش نعملوا؟ باش نحطوا اكل، قلت لكم عاد الغابي غرويير، خاطر هو سخون الفاخس هكيكا راهي باش تعطي حاجه رهيبه. هاو باش تشوفوها على عينيكم. يا ربي تخيبنا ولا تخيب من طالبك. شنو؟ هالنهار. اش فما؟ كيفنكم؟ شنو احوالكم يا جماعة؟ يقول لي على أنا ساعة كيفني توا طول الوقت. خلنا نسلم عليهم، لاباس كونوا بخير يا رب. سلم. اسمعني. هيا جبت لك ذيف. اخزر لي تا قل لي. أكلي. خلني سقصت على عيني. حسين. حبيب قلبي. يا لله على الحب، يا لله والمحبة. حبي يا خي. صلي على النبي. اخرج يا اخرج يا سيدي، وينك؟ تو يا حبيبتي ما نعرفوش من شي يجي. ويزي تو باش قلت لي جاي وينو هاو هوني؟ قلت لك نعاود. هيا بهلا زوز، بهلا زوز سي محمود. هيا زوز. شو الفرحة على عيني، شو الفرحة قاعدين فرحانة. قداش عندي من عام؟ أنا حكيت لكم عليه برشا مرات أوغ أونتين محمود. يا أخي يا ربي ربي ربي. صباح. صباح. نحرك شعلة بالدموع. تلوم فرحانة. صافا؟ شفما؟ شفما بالطيب معايا؟ سالو سالو سلام سلام. ساعة أنت محمود، أنا ما نحبش بيدرو ولا المسميات هذوك. محمود أنا. أي محمود هو هو راه، وبالنسبة لي أنا معناها على الأقل. وعلاش بيه بيدرو ما؟ لا لا والله تعرف شنو أنا أنتم أصحابي الكل سختوني في راجوج. يا والله عينيه بالدموع. والله عينيه بالدموع. أصحابي باش نبكي. نسيت باش نبكي، حتى انا باش نقوم نبكي راه. هيا يزيو تو هيا يزيو يا عاد صلي على النبي. 10 ماهوش صغيرة راهو 10 لا كنا وخيي. وين زيد مش عشيرك. قول لي علاش 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 بكيت انت دا؟ على خاطر تعرفني قداش نحبك اولا. وانا زيد نحبك والناس كلها تحبك. وهاي لا لا مش هكيكا. اما هكا سما في كلك شوز من اول النهار لليوم. أول مرة نجي بحذاك من سن صغير. سن ديما مرار يجي محمود ومحمود بالسبورترز نتاعي معناتها أول واحد شاف فيا معناتها حاجة تعمل هكا في التلفزة كل حكيت عليك أغونتين مرة راهي. أي سمعتك. قلت لهم كان أول مكتب عايزك شكون اكتشفك أول واحد؟ أنا شكون اكتشفك أول واحد؟ اكتشفني محمود. محمود ما نعرفوش برشا وقتها. وين اكتشفني رياض؟ اكتشفت رياض محمود أنا. وهو كشفني أنا تسمع فيا أنا خاتيني هالهداري هذوما. بالحق؟ ليه ليه؟ أنا كنت على روحي زينة واسطنبالي ودنيا أخرى وهو اللي جابني. محمود ياسر فنان، وفات هو حتى الديو اللي عملوا بيني أنا وبين رياض. رياض شافوا شفتوا انت معناها بالحق كنت قلت لي اللي باش يجي مش باش تركب برشا اما بعد بالوقت بالوقت تشوفوا كيفاش تركبوا مع بعضكم وصافي كل ديكالاج اللي شفتوا انت سي تري ارتستيك معناتها برشا الناس عجبتهم وخدمنا لها وحضرناها ومشينا بحذاه للزاويه سيدي علي الاسمر وعملنا سهريات في رمضان فما انت جبتها والله تو جبتها والناس تتفرج فينا انا هذه اللي نعملوا كوبي زيرو ولا شنو هذيك هي هذيك علاش وليت نبكي انا خاطر انا صافي فما في هكا كل اول نهار وراهو مرجني بالتليفون مرجوني بالتليفونات وانا راقد نهارتها وفي يعرفوا اليوم بيت نخدم بيت عند اسطنبيلي وبعيد شويه وصبحت مخمخم هو يطلب ويعاونوا والنوم هزني وعطاني موعد قلت به مريقل وانا كي كنت غلطت في النوم مش عرفتك انت باهي حسين هاي نرجع هاي برا نرجع طيب هاي نرجع طيب هاي هنا عندي في الدار يقعد عادي يقعد عادي يقعد عادي انا ما نحكي انا انت خلطت عليا حضرت الحشو نتاع البريك باش نحطو على الحشو نتاع البريك باش نحطو على شيره باش نعاونك ولا فرايجي ساعه اي باش تعاوني عندي سلطه كنت تحب تخلطها خليني انا نعمل البطبوط تحب هكاكا كيفاش نحقني اسمعني خاطر كي باش نقول لك اقلي البريك تقعد نقلي والله نقلي والله نقلي البريك وتقلي البريك كيفاش وبعد كيفاش تجي البريك ونحطو فما قلايه هيا هيك هيك في الجر هذاك اللوطاني فما قال لي هي من قبل نحضروا البريك لا نحطوا تي ليه ما نحطوا الزيت الساعه اولا هيك القلايه هذيك تو جاي شريت يطلع عليها يا راس الليل دخلت الكوشين يطلع عليا كهو هوني انا ماهيش تخدم في الناس باهي
خليني ساعه هو باش هاوك الزيت هذا زيت القليان زيت القليان و ويزمني صحن بلا هيت هيت عليك شو حطها غادي عطنا هاي بيه خايف يقول لك يعمل شي حاجه شكون ليه ليه نحكي له صحاب ليكتي يزي سي با فري ما بدك يزي هذا زيت القليان هذاك زيت القليان ليه خليه هكا وانت شنو رايك في الكوجينه من مش من تالي مش من غادي معناتها والله شو ليه معناتها وانت كي جيت هوني معناها ما عادش غادي ما دركي فيش الحق والله دركي فيش على الحق ماري فيه شو نمشي راه انفيتي بحذا اما دخلت بحذاك ما مشت شويه ما مشت شويه والله على خاطر بالحق فما غولاسيون اخرى فما نظره اخرى فما تعبنا عليها راه الكوجينه هذيا معني تعبنا عليها برشا وفيها برشا شدينا صحيح اي شدينا صحيح سورتو في الاول خاطر ايش نقول لك على كل واحد ياخذ حقه فوزيتي تري كنتوا يسر بالكم واسع معايا معناتها هكا وعندكم برشا صبر معناتها كل ليكيب الكل خاطر انا بديت من الاول مع حتى مع قيس وجماعه دولكم يعرفوني مليح كنا مازلنا علاش كنا ندوخ علاش كنا لا لا ملي بدلت ندوخ في الكوجينه بعد زوج حلقات كنت نرمي القاتله ونمشي توفى الحكايه بالوقت توا وليت نعمل في خمسه حلقات توا وليت نعمل في خمسه حلقات اي بعد ولات نعارك زاده تعارك كنت نعارك قبل والله اي قبل يجيني محمود يقول لي اسمع سمع الكوجينه كوجينتك واسمع راك لازمك انت راك انت هوني حسسني اللي انا في دارك مش في داري في قصر نتاعي ملكه في بيت زوجي سي لوكا دايوغ في نسمه سي لوكا الحق معاك هذيك كيفاش على الغاز هذيك ولا مازلنا مش تو لا هاني باش نحطك هذا باش تقلي البريك باش تشوفنا كيفاش تقلي البريك قلت عايشه انا ما تجيش بيدرو عليك انت مش ما تجيش اما انا ديما جيني محمود فهمت كي نتفرج فيكم على تعقيبا اللي كنت نقول فيه صحابي الكل كلكم صحابي في راجوش كلكم على سوز اكسبسيون صحابي راني نبدا نتفرج فيكم تقولك الطفله المراه اللي عندها صغيرات منفرتين هكا كل ما يخرج واحد عندي كتبسيمه كتبهليل عرفت بسيمه التهليل كده يا والله انا بدي هيك مش على روحي ما كي نشوف اصحابي نبدا هيك حتى كي نشوفك انت اذا مره ونبدا نعش عندي كتبهليل هكا نتاع نسرح شويه معاهم الاولاد وننسى اما موندوني اللي هو انامي معناتها باش نجم نتفرج خاصني نوما نحس روحي نتفرج في صحابي خاطر نعرفكم في المسرح الكل اون بلوس سوغ سين نعرفكم مليح مليح كيفاش تخدموا كيفاش صحابك الكل شنو وليد وفاطمه كل الكل وليد استاذي معناتها اولا بالبيت فاطمه وانت فاطمه عندك معنا كوبي زيرو في الكوجينه كنت تفكرش نعرف معناتها بالحق محليكم محليكم دونك انت كيفاش جبت هكا اللي هكا حاجه معناها ناسمي بيدرو والله اروى زاد محمود ايش رايك ما اعطيني رايك في الخدمه في رايي انا ما نجمش نكون كان اول حاجه ساعة ما نجمش كان نكون فخوره بكم فخر معناتها فهمت معناها ميزا باغ كل شيء خاطر اول حاجه نعرف لك معناتها اش معناتها عمل فني ونقدر المجهود اللي يتعمل معناتها في الاعمال الفنيه الكل عمل فني راهو حتى هذا عمل فني عندي انا معناتها راهو برشا مجهود من لي كادغور من الممثلين من الناس اللي كل شيء معناتها برو تكنيك ارتستيك فما ريجي فما ناس قاعده تخدم وي دونك انا ما نحبش نقول ايش رايك معناتها ونمشي للتقييم خاطر مانيش غادي لا خاطر حتى ولو كان العمل مهما كان عندي انا من نجم كان نحترمه ميزا باغلي انا باش نشكركم خاطركم معناتها اصحابي فهمت ماشي كان نحبكم فهمت والعمل انا بالنسبه لي انا بعد ما هني قلت لكم ايش في التقييم ديما حاجه ياسر 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 عبد الحميد سي انا ارتيست ياسر ارتستيك ارتيست ومهبول شويه ارتيست ما عنده ذاك كل تحسهم يعملوا كين هما فهمت اي عنده المود نتاعو عنده فنيته فما ديريكسيون ارتستيك نتاعو هو كي تفرج انا توا حاجتي بدوزوغ مود فما دوزوغ غادي ريتو بلاستيك هاوكا هذا لا دوزوغ هذاك فوالا اي هذاك باش ندوزو به 130 مليليتر ماء فتر باش نكملو نحطو البطبوط هذا البطبوط نبدا نخدم على روحي انا في تعرف كيفاش نعرفوها الزيت تحط حاجه سكت ولا لا حتى شويه هكا تحط هكا فوتو سي بون سي بون تفضل ميلا ميت عليك تعرف
تحط الحشو وكل شيء. شو شو انا باش انا باش نعمل مجهود راه باش نجرب. انا راني شو نريد نعرفوا في حالته الكل، نعرفوا في داره، نعرفوا مع صغاره، نعرفوا مع الدنيا الكل، نعرفوا حاذق. البريك مازلت بريد انت تعرف حق. عمي شنو اسمه راني انا صاحبي راهو سي معناتها ب 130 مليلتر. وينك يا سمر؟ 130 هاوما. ميلا قلت لي رجوج اي، وانت كيفاش شفت روحك؟ كيفاش لقيتو ساعه انت بيدرو؟ كيفاش لقيت التيك نتاعو؟ كيفاش عملتو معناتها؟ خاطر نعرف اللي هو الخدمه وكل. خلينا نحكي شويه على بيدرو، مش محمود. لا بيدرو بي. هو بيدرو ارتست يشبه راهو البرشه توانسه معناها. ما عايش في وهم. الحديث والمخزل. أيوة. الحديث والمخزل. مخزل ولا مغزل؟ مخزل. المخزل. ها؟ المخزل. مغزل. المخزل اللي يغزلوا به الصوف. الحديث والمخزل هو قال هي هذه راني يا خي وليت نستعملها. اي يشبه البرشة. باش. حطها. اها. يشبه البرشة التوانسة. هذه هكا. ها واحدة هوني. ايه. والأخرى. اقلبها طول خاطر كاين وزيت سخن شويه. سخن شويه. قلت لك عاد. يشبه البرشا فنانين. يشبه البرشا فنانين توانسة عايش في وهم ماهوش مستعرف ماهوش راضي بالعيشه اللي عايش فيها في رجوج. يرى في روحه يلعب في موزيكا في المكسيك ولا في اسبانيا ولا مسمي روحه بيدرو. معناها هو كيقول لي اسمي بيدرو مش يفدلك. مقتنع على الاخر. اسمه بيدرو ويفد على الاخر. ما حد لازم حد يعاتله بالقاسم. بالقاسم ليه معناتها؟ وحتى كي تلز هو كفنان تلز ومشى يخدم في المرمى على خاطر زاد يلزمه مصروف. يلزم مصروف باش يعيش عنده احلام راه يحب يعمل سبيكتاكل ويحب فهمت. دونك مشى هز الجروب نتاعو نتاع الموزيكا الكل هكا نعملوا هكا. اي حطوها غادي باش نقص لك شويه. نقص اي سي بون. بريكتك حاضره يا رياض. اي مروبه. دونك لقيتو يشبه البرشا فنانين، خلقت له تيك وخلقت له عشت معاه سمر بديت نفهم فيه بشويه بشويه راه معناه ماهوش معناه حبيت له شويه خدمه ما كانش ساهل الحق. اكيد اكيد اي اكيد. وكيفاش حكيت غرام وحب بشيمه الطبيبه؟ اي بشيمه. كيفاش بربي صار فيه؟ كان لاحظت بيدرو اي كشخصيه ماهوش كيما مع اصحابه وفي المرمى مش كيما مع كي يشوف شامه معناها عنده يتحول مش يتحول مريض عنده برشا ما عادش يبكش ما عادش نجم يتكلم معناها يوح ليقف معناها قد ما هو فنان قد ما هو فنان قد ما يحكي بطريقه اخرى صحيح قد ما يجي وقت اللي باش يشوف المراه اللي يحبها ويعمل هكا وما عادش يلقى الكلام وقلبه يولي يدق اللي هي راهي حاجه زاده موجوده راه معناها فما برشا ناس نعيشوها برشا فما برشا ناس تحب وتعشق وبعد كي تجي قدام الطفله اللي يحبها ما عادش ينجم يحكي ما عادش يوحل يوحل. باهي احنا كملنا عجنا البطبوط يلزمنا نخليوه يرتاح لمده 20 دقيقه. في ال 20 دقيقه هذوكم احنا باش نحطوا باهي البريكه هاكا محمود لاهي بيه هذوما اللي باش نحطوهم الفحص نتاع البطبوط الكل وباش نحطوا نحضروا المسفوف هكاكا حضروا المسفوف. والله العظيم بريكه طايبه في حقها يا سيدي. شفتني كي قلت لك انا شفتني والله قلت لهم راني يعني عندي في فكره اللي هو تبارك الله طلعت ماهيش خايبه والله انا بيدي متفاجئ بالواحد متفاجئ انت بيدك اغزلها مرتوبه الكعبه صدقني تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله اغزل مرتوبه تهبل داي. باش نحضروا المسفوف، المسفوف ديالي اكسبريس اللي يحضر في دقيقتين من زمان، دونك عندنا المسفوف ديالي اللي استانسنا به توا تقريبا اغلبية السحورات نتاعنا الكلهم مسفوف ديالي، عندنا الحليب ديليس اللي باش نسخنوه بيان سور هذا مسفوف البخل اسمه هكا هذايا مسفوف حاجة بالحق معناها دقيقتين راه دقيقتين بالحق تشوف على عينيك كيفاش باش تحضر.
دونك عندنا الحليب بيان سور باش نحطوا فيه السكر، وقلت لكم اللي هو المسفوف نتاع اليوم بالفاكهه بيان سور باش نسحقوا الجلدينه اللي باش نحطوها في وسط الحليب كيف نسخنوه، وانواع الفاكهه اللي عندكم الكل. يا رياض انا عم سيدي انا عم هاني جيت مش فما هاي 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 الدنيا بريك لهنا ماهيش البريك كيف كيفاش ها هاي بعد تبارك الله شقاولك هي لا شي ولا تبارك الله هكا تحسوا يملى الكوجينه كيف صديقي تبارك الله وقصك القصه اللي انت يعملها هيا خلي هكا القصه القصه اللي اسمي شويه شويه هكا ولدي عندي فما واحده ذي عظمه عظمتها فقصت شويه تاكلها تاكلها ناكلها انا صحي هذا في قانون الكوجينه في قانون الكوجينه مسكين تو هو لا يجي واقف على الكوجينه ريت كيفاش وبعد ويعلم بحاله ربي بعد يقول لهم مثال بعد ذيك اللي تناكلها انا ما ذاك الحب زاد راه خاطر مش تود مش تود اللي باش تطيب له باش تعطيه حاجه مقديه ومرتبه ما هكا ولا والله ليه كمان معناتها واحد مش اسبوا امانه راهو في البريك ما عندكش قانون الكوجينه في البريك زوز بريكات انا ديما بالحق والله نواصي زوز بريكات بريكه للشقان فطر وبريكه من بعد للعشاء فهمت عشاء معناتها للسهريه ولا للسحور ولا نص نص الليل منجوع ولا منجوع ولا بالله عليك والله لا ما يجيش البالي اللي واحد يجوع انا قاعد وناكل ونحبها بارده كيك عرفتك اللي تاكلها كيما هي اي بابا يحبوا كي كيك ياكل البريكه بعد ما يروح من الجامع بعد ما يكمل التراويح وقتها ياكل البريكه شوف كيفاش تقطر في الزيت هكا هاو هكا هاو سي بون احنا توا كملنا احنا ثلاثه اي هاو هذوما كعبين بربي نجحت ولا والله مش نجحت نعطيك مونسيون انا في النجاح اللي نجحته هكا هاو هيت نحطوها هوني حط فوق هذه نزيد بريك اخرى حط فوق هذه جماعه جماعه تتشهى اي جماعه تتشهى هون باهي وشنو باش نحطوا المسفوف يلزموا الحليب فوق النار حطينا فيه مغرفتين جولدينه نتاع ماكله كبار يذوبوا هذوكم احنا نحلوا المسفوف في وسط سحفه ومن بعد ما يغلي هذاك الكولو تصبوا على المسفوف تصبوا على المسفوف وتبدا تتبع بشويه بشويه بالفرشيطه الا ما هو حذر شو مزي عنا المطبوط اللي يلزمو يحذر شويه نتاع نصيف ساعه هكاكا قلنا يلزمو يخمر احنا نخليه هذاك يسخن شويه نلمو الدنيا هذه الكل مادام البطبوط نفجت العجينه وخمر نرجعوا لكم شويه اخر باش نخدموا كعيبات البطبوط قدام ارضوني زوز سبايا واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا لكن لا 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 زوز سبايا واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا لكن لا 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 أنا داخل الزنقة أكنا تيدي على الحلقة أكنا نرجع ونحكيو بالبرقة ناس بين الغدار لما إلى ما لا لا زهرة يا سمر يا بنت الفلاح يا حليلي بالعين ولا بالحق انا بعيد عليك ما عيشش بنتها وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي بالعين
قدك ما احلى قدك تعال اخطبني ما احلى قدك ما احلى قدك والله عجبني ما احلى قدك ما احلى قدك تعال اخطبني يا طويل القد لا 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 يا سمح العين يا قمح اللون يا سمح اللون يا سمح اللون عدودي تبارك الله تبارك الله تعال شو غني لهنا هيا برا هيا انا انا جست هاني باش نحط هيدوم يتيبو على الماكينه احكي لهم كان عندك حاجه احكي لهم ليه باش نكمل هيدوم نكمل نحطهم يتيبو ما معروفين وفي بالي جيب لهم نايه ميلا واه باش نكمل ليه نحطهم نحطهم يتيبو من غير حتى شيء هاي هاي برا يا وليدي خلينا معناها هما هكا باللي تحسوا بالشيري تفضلوا مرحبا زوزو كان تحبوا هاي كان في شانته في دار سمر اللي لا يعطيك فرح وعيني شافتك خنتينا وما سمعت سبيتينا عيني شافتك خنتينا وما سمعت سبيتينا قداش نصبر قداش نصبر قداش نصبر قداش نصبر قداش ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا واللي سمعت سبيتينا قداش نصبر قداش نصبر قداش نصبر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا هيا اعطينا حاجه انت انت سمايل انا ما نعرفش ان صوتي راهو يضحك على الاخر هيا برا برا كل شيء نزال صوتي نزال ما يصيرش هاي ما يصيرش برك ليه ولا لا نعرف انت ما تعرفش قالوا زيني عامل حاله امشي هاي توتيك اوه ليه ما توتيش يلا يلا عامل حاله بتبقى بتبقتها يا ليه طبقوا طبختي انا مش كده طبقتكم انتوا حبيت تاخد عليكم مقبيله دنتي ميل سنه قالوا زيني عامل حاله ما لا 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 حيرت قلوب الرجاله ما لا 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 اسالني نقول لك على الحب نعرف كل معاني الحب اسالني نقول لك على الحب يا سعد اللي يكون احلانا قالوا زيني عامل حالة زغط وزغط ويا زغط منسينا ويزعب عشرين زيني عاير لا 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 البطبوط لا يا حسرة والله سمايرة زينك عامل حالها راه لا والله لا زيني عامل حالها لا شيء اسمعني مازالت عندي سلاطة شكون يجي يخلط هيني توي خلطوها توي تجي توي اجا لهنا انت اجا جي خلطها هنا لا لا اقعد اقعد رياض هابط نعسيك مقصوصة سلاطة باش تخلصها مبدل شو كيفاه ربت وكيفاش هرب ها هين صحي طيب هايكا سلاطة ليه يعطيك فرح ان شاء الله هذيك هذيك انت عايش تحفر يا سيدي خمسة راهو بتعش شو شو سمايرة راهو سمايرة لازمها حاجات كيما هي معذبتني بزينك معذبتني بزينك اي 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 ايش تحبوا ياكلوني بالعافية كيفاش يعرفني نحبوا يعرفني معذبتني بزينك ايش بين قلبي وبينك بيني وبينك بيني وبينك اي 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 يا معذبتني بزينك به انا باش نكمل جوست هالمسفوف نتاع اكسبريس الكسكسي على خاطر ديالي على خاطر الحليب ديجا سخن رينيها وكما قلت لكم يزمو الحليب سخون والكيله اللي تفهمنا فيها عليها كيله ونص حليب سخون في وسطه مغرفتين جولدين كبار وفي وسطه السكر اللي تحبوا عليه انتوما معناتها انتوما كي تجيو باش تعملوا الحلاوه معناتها باش تحليه كوال مسفوف انتوما قداش تحبوا يكون حلو السكر هكا محمود عمل ودي ما نقصوا في السكر وين عملت البطبوط ليه انا عملت البطبوط وين هنقليه صبر شد هاو عندي سلطه خلط هي اللي يهديك ها شدها اها تفضل هاو سلطه حطينا الجلبينه وحطينا اللوبيا الخضراء حطينا 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 تسمع فيه اسمه زيزو زيزو ولا شو اسمه اسمه هو شكونه اسمه النيري بالمغاربه شو اسمه خزو خزو خزو
خيزو سبنيريا سبنيريا شوية بطاطا مسموطة قولوا بني لغة بني لغة شنو اللغة ذي؟ سبنيريا بني لغة اسمها خيزو بالمغاربة بالمغرب اسمع سيدي عنده راه مع المغاربة اي بالمغربي نهار اللي عملنا كنهار كسكسي مغربي قال لي سبنيريا راهي اسمها خيزو هي. عنده حبيبته مغربية هاي ليه كيكا تحية للمغاربة اللي يتفرجوا فينا الكلهم باش يهزنا الكل إن شاء الله بني أبعث لي الفستيفال بتاع الصويرة اي فستيفال الصويرة إن شاء الله اسطنبيلي في تونس يا ربي ولينا والله سمرت اشتهيت نمشي مهرجان اسطنبيلي فما سنة فما سنة هاي نمشيو الفستيفال وهزنا إن شاء الله نعملوه في يعملوه لنا في تونس عليه إن شاء الله في تونس إذا نعملوا إحنا مهرجان إسطنبيلي في تونس كان مش يعملوا ما كنت تعملوا أنت يا شكون إن شاء الله مهرجان ما بقول الفلوس مني ربي يرحمنا باهي شوفك كعيبات البطبوط مشي شي من هنا ومن هنا دورهم ديما خليهم هاني نقص هاني قاعد هاني ما خاطر نعاون فيه كذا هاكا هاو تعرفش كيفاه احنا كملنا سقينا الكسكسي وهذا خليك البطبوط نخليوهم لين يتنفجوا ويتيبوا هكيكه نرجع لكم احنا من بعد ما نكملوا نزينوهم ونحطوا لهم الفاخس اللي نحبوا عليه اللي تحبوا عليه انتوما خاطر السلطه حذرت البريك حذر المسحوف حذر والبطبوط كيف كيف نزينوه نرجع لكم شويه اخر وقتاش شويه بركه طلع انت شنو وقتاش في الدريساج في الدريساج نقعدوا على الطاوله هاي سي محمود يعطيكم الصحة طاولة منوعة والله خفايفة نظيفة ما نحبش انا برشا مرق وواحد هكا سيدي رمضان فيها شوية سلطة فيها شوية بريك اللي يحب البريك فيها شوية بطبوط فيها شوية بسبوف هكاك حاسيلو البريك عملته وتنجم اسمع وتنجم الكل يقعد راهو وتعاود تاكل منه ذيك الماكلة اللي تنجم تعاود تاكل منها من بعد في السهرية البريك عملته انت البريك دنيتوني دنيتوني برشا حب برشا حب دنيتو انا اي والله قلت دنيتو ني دنيتو انا دنيتو ني شنو ني ما نفهمش هذاك هو يا زيني فك عليا خطاوني هذا انا عملته وهذا عملوه هو وانت ذاك ما تو كان يعيطوا لك الدور كيما بيدرو هكاك ما قدوش بالحق وش محمود فنان فهمه وينو شعر لازم شعر باش تو نعمل له شعر مش مشكل تو يلقى حل هاو عنده دور حاسينه بحليها هاو دور حكا شي أخي لك على الدور اللي خذيته وين السنة اي الحلقة جاية ليه ولا سكنتي أو قاعد يتعدى ديجا 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 صحة والله نفرح لك والله يفرح قلبك تقيمتي معانا بقدرة ربي الكل معاه صحيح ولا القناة تحسيلو هيا يا جماعة إن شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لليوم وتعديت خفيفة كيما تعديت خفيفة على قلبي وروحي أنا زادة يا ربي إن شاء الله كل عام وأنتم حيين في أنكوغ أون فوا ربي إن شاء الله يحييكم لمثيل رمضان وهكا وطاوليتكم عامرة بصحابكم والناس اللي تحبوهم الكل احنا ما قعدنا كان باش نقول لكم شيء طيبة أنا محمود نحب نقول له محمود تحب تقولوا له بيدرو أموركم محمود أنا محمود ورياض أكها بارشا حب يتهزلكم من هوني لدياركم طول أحنا نقول لكم شيء طيبة وفي الأمان شيء طيبة